السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. محمود واد اليوم معكم ومن جديد. اليوم يشرفني ويسعدني أن أقدم لكم طبعا قبل كل شيء الحمد لله وكفى والصلاة على رسولنا محمد خير المرسلين. اليوم أترككم مع طيور أخونا أبو العز من سوريا الأصل، وهو مقيم في كندا، وهو صاحب قناة مميزة هي صفحة محبي طيور الزينة عبر اليوتيوب، وأداؤه رائع جدا، وأنا سأترك لكم تنظرون إلى طيوره التي كانت بفضل الله بتوجيهات منا وبرعاية منه أيضا، وحرصا على العمل المشترك في تربية العصافير الزينة والوصول بها إلى مراحل مهمة من التربية السليمة. أكيد نستعرض لكم اليوم عصافيرة عبر قناتنا قناة نفيد ونستفيد، وأترك لكم أيضا في صندوق الوصف رابط القناة الخاص بالأخ أبو العز من دولة سوريا الأصل ولكن مقيم في كندا، وهو مربي دائم وجيد ومميز في العصافير، ويسعدنا عملية اشتراكية وتبادل الخبرات والمعلومات في الوصول إلى تربية سليمة بإذن الله. أترككم مع الفيديو، ومن أراد أكيد التواصل مع الأخ أبو العز يوجد في صندوق الوصف رابط صفحته، عفوا رابط قناته على اليوتيوب للاطلاع أكثر على هذه الموهبة وتنميتها والمساهمة في الوصول بأفضل الطرق للتربية السليمة. أترككم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نقدم تحية وشكر للأخ محمود الوادي من قناة نفيد ونستفيد على هذه النصائح بفضل الله وبحمده وبفضل أخونا محمود الوادي بارك الله به على نصائحه. مثل ما لكم شايفين هل عندي زوج غندور أو الفشر، الحمد لله رب العالمين بعد نصائح أخي محمود وبفضل الله وبفضل أخي محمود الوادي استطعنا أن نحصل على يعني حاليا بإذن الله العصافير عم يبنوا العش مثل ما لكم شايفين أصدقائي، الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا ما عندي المواد اللازمة مثل السعف النخيل أو هذا الشيء، بس من هالنوع الحمد لله استطعنا يعني الآن عم يبنوا العش بإذن الله رب العالمين، وإن شاء الله عن قريب رح يبيضوا وإن شاء الله نحصل فراخ بإذن الله. كل هذا بفضل الله وبفضل نصائح أخونا محمود الوادي قناة نفيد ونستفيد. كل الشكر والتقدير لأخونا الغالي محمود الوادي، ما شاء الله تبارك الله محترف في تربية الطيور، وتستطيعون أن تأخذون منه جميع النصائح، وهو أخ غالي وكريم وعزيز علينا. بارك الله بك أخي، وإن شاء الله تصل لهدفك في تربية العصافير والطيور، وإن شاء الله قناتك توصل للمئة ألف مشترك. بارك الله بك أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.